طبعا وصلني، واخيرا كنت حدي متحمسه اني انا اشم ريحته، لان انا عارفه ان توب عطورات الشعر هم عطورات اطياب المرشود، خصوصا اللاين مال عطورات خصله. هذا العطر بنات اللي شامين عطورات خصله من قبل وعارفين شلون هم يكونون حيل ثابتين ومركزين وما يروحون الشعر كل ما مشيتي كذي تشمين ريحة حلوة. بس الفرق عنه وعن باقي العطورات انه هذا تماما تماما يختلف، ريحته وايد نظافة، اللي تحب ريحة الشاور انه يعني كذي شامبو شاور جل كشخة، وايد وايد حلو العطر كنظافة، يعني ريحة فريش ما فيها بخور ولا شيء عربي.